السلام عليكم. الفيديو هذا بتكلم عن أول تطبيق من تطبيقات التايمرز. أول إشي ممكن أوظف فيه التايمر اللي هو جزء من المايكرو كنترولر تبعنا البيك. أول وظيفة للتايمر اللي هي generating square waves، يعني تعمل لي square wave دقيقة فريكونسي معينة إحنا بنختارها. هسه بنتعلم هالحكي. طبعا احنا ممكن نعمل سكوير ويف عن طريق الديلي روتين، تمام؟ يعني عن طريق الديلي ممكن احكي مثلا يعني عن طريق الديلي ممكن احكي عندك ار اي 0 خلي ليها 1، اعمل لي ديلي مقدار معين، بعدين خلي لي اياها 0 وهكذا، ويظل يعيد ويعمل ديلي ثانيه بمقدار معين، وهيك عمل فعلا سكوير ويف. لكن احنا بدنا نوظف التايمر في هذه العمليه. ليش؟ لانه التايمر ادق، التايمر بيعطيني الوقت اللي بدي اياه. برضو التايمر بفيدني يعني بالحسابات، بفيدني كثير، يعني بفيدني بانه اوجد اكثر من شغله. يعني انا بعمل جنريتنج سكوير ويف، بقدر اوجد الفريكوانسي، بقدر اوجد عده امور. لكن احنا خلينا هسه بالتطبيق الاول، كيف اعمل سكوير ويف عن طريق التايمر. هسا التايمر اي تايمر من 1 ل من 1 او من 0 ل 3، هاي التايمر من 0 ل 3 بيضل يعد، بعد 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 لحد ما يوصل لوين، لحد ما يوصل ل للبيك تبعته، لاخر رقم عنده. لما يوصل لاخر رقم عنده شو بيصير؟ بيعمل انتربت فلاج، بيرجع لهون، بيرجع للزيرو، بيرجع للزيرو، وبيعمل انه والله خلص خلصنا العد. فاحنا بدنا نستخدم هاي الخاصيه، كيف بدنا نستخدم هاي الخاصيه عشان انتج سكوير ويف بدي اياها، يعني سكوير ويف زي اللي انا بدي اياه. هسا التايمر بالعدات اللي بعدها بعيد وقت معين. اذا انا عرفت الوقت اللي بدي اياه عبيل ما اعمل التوجلينج، اذا عرفت انه والله انا بحتاج مثلا 50 ملي سكند عشان اعمل التوجلينج، بقدر احط بالتايمر رقم. ركزوا، بحط بالتايمر رقم، هذا الرقم يبلش منه مثلا هون، يبلش منه عبيل ما يوصل النهاية بيكون قطع بالضبط 50 ملي سكند. يعني انا وظيفتي عن طريق التايمر 1 وتايمر 2 عفوا تايمر 0 وتايمر 1 وتايمر 3 انه الاقي الرقم اللي احطه جواهم عشان لما يوصل النهاية يكون قاطع الزمن اللي انا بدي اياه، خلينا يعني ناخذ الامثلة حبة حبة. اذا انا عندي، طبعا هذا الاشي لازم تفهموه على الاكيد، احنا ايش عندنا؟ اف اوسيليتر 8 ميجا هرتز، فاف اوسيليتر بتساوي 8 ميجا هرتز، تمام؟ برضو عندنا على طول من الاف اوسيليتر تي ماشين سايكل ايش بتساوي؟ بتساوي نص مايكرو سكند. فكل تكه كل تكه بال بال بالتايمر بتعطيني قديش؟ بتعطيني 1 ماشين سايكل. طبعا احنا لهسه بري سكيلر قديش؟ 0. بري سكيلر 1. طبعا بالجنريتنج سكوير ويف لو اعطاني فريكوانسي صعبه علي، فريكوانسي اكبر من سعه التايمر، بستخدم بري سكيلر. بس احنا خلينا على اللي بين ايدينا، وهسه فهمكم بالضبط وين ممكن نستخدم بري سكيلر. فالتي ماشين سايكل قديش؟ نص مايكرو سكند، تمام؟ نص مايكرو سكند. طيب انا بدي، انا خلينا نحط مثال من عندنا. انا بدي فريكوانسي، بدنا نعمل سكوير ويف الفريكوانسي تبعتها قديش؟ مثلا 1 كيلو هرتز. انا هذا اللي بدي اعمله، بدي اصنع عن طريق التايمر، تمام، سكوير ويف فريكوانسي تاعتها 1 كيلو هرتز. انا بحتاج اعرف الوقت اللي 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 يعني انا بحتاج اعرف الوقت اللي بيضلوا فيه سيجنال اون وسيجنال اوف عشان احوله لرقم يبلش منه التايمر، ما يلحق يوصل البيك تبعته غير هو ايش؟ غير هو جاب الوقت بالضبط. حب حب بنفهم. هاي الاف بالنسبه لي الفريكوانسي تبعت ايش؟ تبعت الجنريتد سكوير ويف اللي انا بدي انشئها.
تمام. هاي الاف لما اجي اقسمها يعني احكي تي تساوي 1 على اف، شو راح تعطيني؟ راح تعطيني هاي البيريود هاي كامله تي، تمام. قديش هاي هون بتساوي؟ اللي هي 1 ملي سكند، صح؟ 1 ملي سكند، فهاي كامله 1 ملي سكند. حلو حلو. انا ما بدي اياها كامله، التايمر بدي استخدمه زي ما بستخدم الديلي، يعني بستخدمه بالفتره اللي يعني انه كيف اقول لك، بستخدمه عشان اخلي الاوتبوت 1 بس يخلص التايمر بخلي الاوتبوت 0، بس يرد يخلص التايمر بخلي الاوتبوت 1. يعني الفتره اللي بدي احطها بالتايمر مش فتره كل السيجنال، مش فتره كل السكوير ويف، لا، فتره الزيرو فتره الواحد، فتره الواحد عفوا وفتره الزيرو. طبعا احنا عندنا هون 50% ديوتي سايكل. شو يعني 50% ديوتي سايكل؟ معناها انه الاون نفس الاوف، الاون نفس الاوف، فهاي تي اون. قديش تي اون لازم تساوي؟ تساوي تي كاملة على 2، صح؟ طيب ممتاز. هسا انا بدي اوجد، هاي شوف كيف تي على 2 بتساوي نص ملي سكند، اللي هي هاي بنسميها، خلينا نحكي تي توجل، يعني كل نص ملي سكند بيقلب، بيكون 1 بصير 0، بيكون 0 بصير 1، تي توجل. طيب هسا بدي افهم، انا عندي جهاز قاعد بعد ماشين سايكل، قاعد بعد ماشين سايكل، كل ماشين سايكل بعدها واحدة، كل ماشين سايكل بعدها واحدة. انا بدي اعرف الرقم اللي احطه، او بدي اعرف، عفوا، بدي اعرف كم رقم لازم يعد عشان يعطيني نص ملي سكند. يعني كل تكة تعطيني نص مايكرو، تكة الثانية كمان نص مايكرو، تكة الثالثة كمان نص مايكرو. طيب كيف بدي اوصل للنص ملي؟ بدي اعرف كم عدد التكات، بدي اعرف كم عدد التكات اللي بدي توكها. تمام تمام. فشو لازم اعمل؟ بقسم الزمن الكلي اللي بدي اوصل له على زمن كل تكة، على زمن كل تكة. فباجي احكي لك تي توجل على تي كل تكة. حاليا تي كل تكة ايش بيساوي؟ تي ماشين سايكل، اللي هو راح يساوي نص في 10 قوة سالب 3 على نص في 10 قوة سالب 6، واللي هو راح يساوي قديش؟ 10 قوة 3، يعني 1000 تكة. تمام، طلع 1000 تكة معنا، فأنا بحتاج 1000 تكة. حلو، شو التايمر اللي بتشتغل عليه؟ أنا بشتغل على تايمر 1، تايمر 0، تايمر 3، الألف تكة مقدور عليهم. أنا تايمراتي بتوصل ل 65000. تمام؟ طيب افرض ما طلعش معك 1000 تكة، طلع بتحتاج 100000 تكة، عادي، حط هسا البري سكيلر 2، وبدل ما تقسم على تي ماشين سايكل تقسم على تي ماشين سايكل ضرب البري سكيلر. تمام؟ فإذا الرقم اللي بدي، يعني عدد التكات هاي انا هسه هون قاعد بوجد عدد التكات، عدد التكات اللي لازم يعدها التايمر بتساوي، هاي خذها قاعدة خلص، number of ticks، number of ticks التايمر لازم يعدها ايش بتساوي؟ بتساوي تي توجل على تي ماشين سايكل ضرب البري سكيلر، ضرب البري سكيلر. يعني كم الزمن اللي بدي اياه الكلي، زمن التوجل الكامل اللي هو تي اون او تي اوف، على زمن كل تكه. طب زمن كل تكه ايش بيساوي؟ هو بيساوي الماشين سايكل. طب اذا حاطط انت البري سكيلر 2 راح يكون زمن كل تكه مش ماشين سايكل، راح يكون زمن كل تكه 2 ماشين سايكل، وهكذا وهكذا. فالبري سكيلر هنا بيفيدنا كثير، يعني اذا طلع الرقم غريب علينا ما راح ايش، ما راح نتعب معه، بنغير البري سكيلر وبس. هسا في نقطه، التايمر ما بفلل، يعني او كيف بدي احكي لك، هو انا بدي اياه يعد 1000، انا بدي اياه يعد 1000. طيب يا اخي ما التايمر، يعني انا بدي اياه يعد 1000، بعدين ايش يصير؟ بس يعد ال1000 ايش يعطيني؟ يعطيني انتربت فلاج، انا هذا اللي بدي اوصل له، انه اول ما يعد 1000 يجي يقول لي والله تايمر، انا مثلا شو مستخدم، خليني نحكي 1 تايمر 1 انتربت فلاج ايكوال 1، انه فلل.
طب لو بلش من الزيرو وعد 1000 ما حيفلل، ما راح يفلل. ليش ما راح يفلل؟ لانه حجمه هون 65000، فلو عد 1000 ما راح يفلل. فشو الحل؟ شو الحل؟ يقول لك ما بخليه يعد لي من الزيرو. هذا هاي طبعا احنا في حالة استخدام من تايمر 0 1 3، تايمر 2 له قصة. ما بخليه يعد لي من الزيرو، بخليه يعد لي من اخر قيمة اقل منها بألف. حلو، حلو كثير. يعني انا بحط بالتايمر قيمة، خلينا نسميها ان. تمام، هاي الان ايش بتساوي؟ بتساوي اعلى قيمة بالتايمر، اعلى قيمة بالتايمر. انا عندي هون التايمر اعلى قيمة ايش؟ 4 افات. طبعا 4 افات، خلينا نكتبها دائما 4 افات بدل ما نكتب 65535. طبعا نحط هكسا، مع انه هاي نفس هاي، بس ايش الفكرة؟ افرض انت بدكش تحفظ يا اخي، بدكش تحفظ انها خمسة، هاي خلص الكومبايلر بفهم انه هاي هي ال 65000 زائد واحد. ليش زائد واحد؟ لانه احنا حكينا لما يعمل انتربت فلاج بيزيد، يعني برجع للصفر بعدين بقلب انتربت فلاج، ففي عد زياده، في عد زياده عن الاف اف اف اف. انا هيك شو عملت؟ هيك اوجدت، او هيك حطيت الرقم الكلي، الرقم الكلي. طب انا بدي اياه يعد لي التكات اللي انا حسبتها، بدي اياه يعد لي 1000، فلازم انقص من 1000. طبعا هذا مثلا خلينا نسميه ان سمول، لازم انقص من ان سمول. شو السبب؟ انه راح يبلش لي من هون اللي هو مثلا 6535 ناقص 1000، راح يبلش لي من هون. تمام، لما يعد 1000 راح يوصل هون، لما يعد 1000 راح يوصل هون. فانا نقصت منه العدد اللي طلع معي، عدد انا هذا اللي بدي اياه. انا بدي التايمر يعد انتكات، انا بدي التايمر يعد انتكس. تمام، فشو رحت عملت؟ بكل حداقه، لانه التايمر ما يعني التايمر لو بلشته من الصفر وعد 1000 خلص عد 1000، التايمر انتربت فلاج، الانتربت فلاج ما قلب. انا بدي الانتربت فلاج يقلب، لانه لما يقلب انتربت فلاج بدي اشتغل شغلي. فبقول لك حط بالان، مش العدد التكات اللي بدك اياها، لا، حط بالان القيمة النهائية ناقص عدد التكات اللي بدك اياها، لانه لما يبلش من هاي القيمة راح يعد اللي بدك اياه بعدين يفلل، راح يعد اللي بدك اياه بعدين يفلل. هاي الطريقة بتزبط بتايمر 1، تايمر 0، وتايمر 3. تايمر 2 اسهل، تايمر 2 اسهل. شايفين الحكي اللي حكيناه؟ لوين لوين لوين؟ لهون. لما أوجدنا أن، طبعا لما أوجدنا أن ما لنا علاقة بالتايمر، لحد ما أوجدنا أن ما لنا علاقة بالتايمر. لا، يعني إيجاد أن هي عبارة عن عملية فهم. أنا عندي فريكوانسي، أوجدت التايم تبع هالبيريود، أوجدت التي توجل اللي بدي أحطها بالتايمر، لأنه التي توجل هي الأساس. التي توجل هي اللي إيش؟ اللي بتقول لي حط 1 حط 0. قسمت التي توجل على التي ماشين سايكل في البري سكيلر، اعطاني ان. تمام، هاي الان اللي طلعت معي بدي احطها بالتايمرات. التايمرات ال0 1 و3 بنحطه بهاي الطريقه. طب تايمر 2 كيف احط فيه الان؟ اسهل بكثير. تايمر 2 في شيء اسمه البي ار 2، البيريود ريجستر 2. تايمر 2 في عنده بي ار 2، هاي البي ار 2 بتحط فيها ان على طول، هاي البي ار 2 بتحط فيها ان على طول. طيب يعني شو احط فيها ان على طول؟ بس تحط فيها ان بتبلش من الصفر. يعني تخيل تايمر 2 ببلش من الصفر، بيمشي 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 لحد ما يصير العداد تبعه بيساوي البي ار 2، يعني العداد تبعه يساوي الاشي اللي انا خزنته بالبيريود ريجستر 2، بيروح يقلب لي التايمر 1 تايمر 2 انتربت فلاج ايكوال 1، وبرجع لي تايمر 2 0. هذول اللي فوق تايمر 1 و 0 و 3 لما يوصلوا الفل بيقلب لي التايمر تبعهم انتربت فلاج، بيقلب لي الانتربت فلاج تبعهم ب 1 وبرجع للزيرو. هذا احسن بكثير. انا ما في داعي احكي والله الفل ناقص التكات اللي بدي اياها
وابصر ايش وحط اللي اياها كل مره. لا 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 لا، التكات اللي بدك اياها حطها بالبي ار 2 خلص، التايمر 2 بيمشي، اول ما يوصل بي ار 2 بيرجع من الزيرو وبيقلب لك بيقلب لك الانتربت فلاج. فالتايمر 2 اسهل، بس في مشكله، في مشكله انه هاي الالف ما بتزبط هون. تمام، هاي الالف ما بتزبط هون بالتايمر 2، يعني بدل الالف، بدل الالف اللي احنا هون حطينا الف، هون ما ححط الف، هون احط أربعة، بخلي البري سكيلر أربعة، الألف تقسيم أربعة قديش؟ 250، بغير البري سكيلر للتايمر 2 بخليه أربعة، وبحط هون 250، بحط هون 250. ليش طيب؟ لأنه التايمر 2 ما بيوسع، ما بيوسع 1000، تايمر 2 الماكسيمم تبعه قديش؟ 255، ماكسيمم تبع التايمر 2 255، فأنت ضروري جدا قبل ما تحط هيك بحداكتك تقول والله بي ار 2 تساوي ان، دير بالك جريمة تطلع بي ار 2 تساوي ان، وان أكبر من 255، يعني جريمة قصوى. فاحنا دائما قبل ما يعمل اي شيء بشيك على شو اسمه، على الرقم اللي طلع معي، هل بيوسع جوا الريجستر، هل بيوسع جوا التايمر، اذا بيوسع كمل، اذا ما بيوسعش وقف. طبعا هاي التجربه موجوده بالاكسبيرمنت 2، كانه اظن 2.4، هنكتب كود بسيط لإلها بس توضيحي، يعني هو مش كود كامل، بس أكتب العملية شو اللي بتصير. فأول إشي بتيجي تقول له أنت، تيجي تقول له إيش، تيجي تقول له إنه شو اسمه، تصير تعرف، يعني بتقول له إنه F بتساوي 1 كيلو. طبعا ما في داعي، يمكن هذا كله أنت بتقدر تحسبه بإيدك، يعني أنت لحد هون، لحد هون انتقل على تي ماشين سايكل في بري، تقدر تحسب بايدك. لما تحسبه بتحدد انت البري سكير المناسب لك، وبتحدد كل شيء مناسب لك، بعدين تحط. فانت بتيجي تقول لي ان مثلا طلعت 1000، تمام، انت بتحط اللي قبل ان سايند، ان سايند انتجر ان عرفته، بعدين بتقول لي ان بتساوي 1000، حلو. بعدين بتيجي تقول لي ان كابيتال مثلا ايش بتساوي، هيكس اف 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 زائد واحد، ضروري زائد واحد، ناقص ان، هاي هيك ان كابيتال. بعدين ايش بتحكي، تايمر 1 كنترول، ضروري انا هسه بدي اشتغل تايمر 1، ضروري تحدد التايمر 1 شو حالته، شو وضعه. احنا بدنا اياه بدون ولا بري سكيلر، ليش ولا بري سكيلر؟ لانه الالف بتوسع، فبحط البري سكيلر بزيرو. شوي خليني اجيب لكم ورقه التايمر 1 اللي قبل شوي شرحنا عليها. هاي تايمر 1، تمام، تايمر 1 هاي دائما مطفية، انا بشغلها لحالي. الكلوك سيلكت ما فيش كلوك سيلكت، انا معتمد على على شو اسمه الانترنال اوسيليتر، كله صفار كله صفار كله صفار ما عدا هذول، انا بدي اياهم 1، انا بدي البري سكيلر 1. شو البري سكيلر 1؟ 0 0، فبرضه كله صفار، فانا بكل بساطة بحكي تايمر 1 كنترول 0. حلو، حلو كثير، خليت التايمر 1 كنترول 0. هسه شو 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 باجي احكي، هسه الكود كيف ببلش، باجي اقول لك تايمر 1 انتربت فلاج، صفر لي يا حبيبي، صفر لي تايمر 1 انتربت فلاج 0. تايمر 1 حط لي فيه ايش، حط لي فيه ان، ان كابيتال، لاني بدي اعد من ان لحد ما يفلل. وايل 1 شغل لي هسه الوايل، شغل لي الوايل، ماشي. تيجي تقول لي وايل، او هون قبل ما تشغل الواي، قبل ما تشغل الواي احكي لي انه يلا شغله. يعني انا ما انا لما حطيت التايمر، تايمر 1 كون كان الطافي، يعني تايمر 1 اون طافيه صح، ما شغلناها، هسه بنشغلها قبل ما يبلش الكود، قبل ما يبلش الكود بسطر شغلها. فتايمر 1 اون صار 1، شغلناه. اول ما شغلنا التايمر 1 شو راح يعد؟ راح يضلوا يعد 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 لحد ما يوصل الفل، بعدين يقلب انتربت فلاج. فطبعا من وين حيبلش؟ من الان، من الرقم اللي هو احنا اوجدناه، هذا ان، تمام، من الرقم اللي اوجدناه يبلش منه، لانه لما يبلش منه راح يفلل على عدد التكات اللي بدي اياها. فبتيجي تقول له وايل 1، حط له جمله وايل، وايل شوفوا كيف هذا، عشان تعرفوا قديش مهمه هاي الانتربت فلاج. وايل تايمر 1 interrupt flag equal
زيرو، يعني طول ما هو ايش، طول ما هو مش، طول ما هو مش عامل انتربت فلاج ظلك واقف، ظلك مكانك ولا تعمل اشي. اول ما الانتربت فلاج تصير واحد، شو يعني صارت واحد؟ يعني مشي من الان لحد ما خلص، مشي من الان لحد ما خلص. شو راح يصير؟ راح يصير انه ايش، انه بدي اقلب، بدي اقلب البين اللي انا شغال عليها. انا بدي اعمل سكوير ويف صح، انا بدي اعمل سكوير ويف، فلازم اكون معرف فوق انه عندي ار اي مثلا بتساوي زيرو، تمام. هون بتيجي تحكي ار اي، ار اي زيرو، خلينا نحكي، نحكي هون ار اي زيرو بتساوي هاي العلامه، علامه مسعود اللي هي ايش، ار اي زيرو. شو يعني هاي العلامة؟ هاي معناها توجلينج، يعني إذا كان RA0 شقلبه، إذا كان RA1 برضو شقلبه. طيب فيعني يعني يعني كل ما يوصل هاي الجملة، كل ما يوصل هاي الجملة القيمة اللي بRA0 بتقلب. حلو، قلبناها. بعد ما قلبناها إيش؟ بدنا نعيد الكرة صح؟ بدنا نعيد الكرة. شو شروط إعادة الكرة؟ إنه يوقف لما تكون انتربت فلاج زيرو، بس الانتربت فلاج حاليا 1، فبدك تحط الانتربت فلاج ب1، فبتقول لي تايم زيرو، عفوا تايمر 1 انتربت فلاج ايكوال 1 ايكوال زيرو، بدك ترجعها زيرو يعني. وبنفس الوقت بدك ترجع تايمر 1 لوين؟ هسه لما 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 تايمر 1 يصير انتربت فلاج ب1 وين برجع؟ برجع للزيرو يعني صح، بيمشي من هون برجع لوين؟ لهون. انا بدي اياه يرجع لعند الان، فبساوي بان، بساوي بأن، بقول له يلا كمل شغلك، يلا كمل شغلك. فلو تلاحظوا آخر جملتين كتبتهم قبل الوايل 1، قبل ما بلش كودي آخر جملتين كتبتهم تايمر 1 انتربت فلاج بزيرو، تايمر 1 يساوي ان، رديت عد كتابتهم بآخر الكود، آخر السطر. ليش؟ لأنه هذول هم المهمين، هذول هم اللي بدي اياهم يكونوا موجودين قبل ما اقول لك استنى لا انتربت فلاج يساوي زيرو، استنى الانتربت فلاج يساوي 1. بدي يكون الانتربت فلاج اصلا زيرو. كيف بده يستنى قبل ما يصير 1 اذا هو اصلا 1؟ لا، بدي اياه يكون زيرو. هيها بدي اياه يبلش من ان. ليش بدي اياه يبلش من ان؟ لانه ان هي الرقم الصح، ان هي الرقم اللي بس يوصل 65535 بيكون عد الف تكه، عد الاشي اللي انا بدي اياه، عد الاشي اللي انا بدي اياه. طيب هذا الكود اتوقع يعني جيد، واضح نوعا ما. افرض طلب منك فريكوانسي مختلفة، ركز، فريكوانسي مختلفة. شو فريكوانسي مختلفة؟ معناته تايم مختلف، معناته توجل مختلف، معناته ان مختلفة. طلع الان المختلفة اكبر من 65000، بدك تستخدم بري سكيلر. طلع الان المختلفة اكبر من ايش؟ اكبر من سعة مثلا تايمر 2، ما تايمر 2 بوسعش غير 255، برضو بدك بري سكيلر. طب شو، خلينا نعمل تعديل صغير للتايمر 2، يعني هون هذا الحكي بزبط على تايمر 1 وعلى تايمر 2، على تايمر 3 وعلى تايمر 0، يعني هذا الحكي بزبط على ثلاث تايمرات. شو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم شغله واحده، شايفين هاي؟ بدك تزبطها لتصير ايش؟ تي 3 كون او تي 0 كون، حسب ايش؟ حسب ال 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 الكنترول تبعهم. طبعا احنا عارفين انه تي 3 كون نفس التي 1 كون لانه ما فيش سي سي بي، فحيضلهم نفسهم. بس وين المشكله؟ تي زيرو كون لا بتختلف، تختلف شوي حسب الـ اللي يعني حسب الكنترول ريجستر تبعتها. اما هون، اما الباقي كلها شو بدك تحط؟ بس تايمر 1 خليها تايمر 0، تايمر 1 تايمر 0، تايمر 1 تايمر 0، تايمر 1 تايمر 0، يعني ما تايمر 1 تايمر 0، فما في شيء يختلف عن يعني لو غيرت التايمرات. بس لما تستخدم التايمر تايمر 2 العمليه اسهل. شايفين هذا الحكي؟ هذا الحكي عندنا، هذا الحكي عندنا ان تساوي 1000، هذا مش عندنا، هذا مو عندنا. على طول هون تيجي تحكي ايش؟ بي ار 2 بتساوي ان، تمام. طبعا ان ما حتطلع معنا 1000، هاي خذوها قاعده، ان ما بصير اوصل لهالمرحله غير وانا حاط بري سكيلر، يعني غير وانا مستخدم بري سكيلر. لا تنساها ابدا، بدك تكون مستخدم بري سكيلر ومعرفها وين، معرف البري سكيلر هون، يعني انك كاتب تي 2 كون ومحاط فيه بري سكيلر، حاط انه بري سكيلر 16 او بري سكيلر 4، حسب الاشي اللي بزبط، حسب الاشي اللي بزبط. بالعاده بيطلب الدكتور منك المينيمم، يعني اقل اشي بيزبط، يعني ما بصير انه ست ست انه بري سكيلر 4 بيزبط معك وتروح انت حط لي 16، لا لا، اللي اذا بتزبط الاربعه حط 4، بتحط البري سكيلر وبتحط ان.
يعني خلينا بمثالنا، مثالنا الحالي تيتو جل نص على تي ماشين سايكل طلعت 1000. طب انا بحتاج بري سكيلر، فحطيت بري سكيلر 4 طلع 250، ممتاز. اذا بدي ان تطلع 250، فان قديش هون بهالحاله؟ ان مش 1000، ان 250، يعني ان تساوي 250 لاني استخدمت بري سكيلر 4. بحط بالتيكون الارقام اللي لها علاقه بانه تعطيني بري سكيلر 4 حسب ما اذكر، 01 بالبدايه، 01 الباقي صفار اتوقع. نعم هسه بتعمل نفس الحكي، تايمر 2 انتربت فلاج يساوي 0. هاي الجمله ما لها داعي، هاي الجمله بنستخدمها متى؟ بالتايمر 1 و2 و3 و4. ليش؟ لانه انا بعد من هذا الرقم، بس احنا بنعد من الزيرو بالتايمر. يعني بتيجي هون تحكي تايمر 2 ايكوال 0، بتعد من الزيرو انت. بعدين بتشغله تايمر 2، نفس الحكي. بس وين هون الفرق؟ يعني انت بتشغله ان هاي تايمر 2 اون تساوي 1، وايل ال1 شغل لي التايمر 2، فبتقول له وايل انتربت فلاج، وايل تايمر 2 انتربت فلاج يساوي 0، استناه لحد ما يقلب. اول ما يقلب، يقلب لي ار اي 0، شقلب لي اياها. بعدين شو بتيجي تحكي؟ بتيجي تقول له، ما بتيجي تقول له هاي لازم تقول له اياها، انه تايمر 2 انتربت فلاج لازم تقول له انه يلا صفر لي اياها مره ثانيه. بس ما بتيجي تقول له تايمر 1 يساوي ان، لانه انا ما بدي احمل التايمر 1 على الان او تايمر 2 على الان. ليش؟ لانه تايمر 2 ببلش من الصفر عادي للبي ار 2، فما بتحط إشي. ليش؟ لانه اصلا اوريدي رجع للزيرو، هو اوريدي رجع للزيرو اول ما اعمل هاي، فخلص ما بتحمل إشي. يعني تايمر 2 اسهل، يعني تايمر 2 اسهل في حساب السكوير ويف، لكن فيه مشكله عويصه اللي هي ايش؟ اللي هي للاسف انه حجمه صغير. اتوقع هاي واضح الفكره، يعني وضحت الفكره. يعني الكودات هذا، يعني الكودات حتلاقوها بالتجربة 2 و3. تجربة 3 الفرع الأول منها بارت 1 عامل لك سكوير ويف بتايمر 1 وتايمر 2 وتايمر 3 وتايمر 0. صراحة أتوقع اللي بفهم اللي صار بتجربة 3، تجربة 3 بارت 1، فكرة جنريتنج سكوير ويف 50% ديوتي سايكل حتكون واضحيت له بكل التايمرات، حتلاحظ انه استخدمنا نفس القانون في تايمر 0 تايمر 1 وتايمر 3، واستخدمنا هاي الطريقة في تايمر ايش؟ تايمر 2. طب افرض انا بدي الفاريبل ديوتي سايكل، افرض انا بدي اعمل فاريبل ديوتي سايكل، بديش 50%، شو اللي راح يفرق؟ ولا اشي. بتعرف شو اللي راح يفرق؟ بدل ما احكي تي توجل بتساوي تي على 2، شو بدي اعمل؟ باجي اعمل تي بس، يعني ما بوجد تي توجل، يعني افرض انا بدي، ديوتي سايكل، ايش بتساوي؟ 70%، يعني الاون 70 والاوف 30. شو بتسوي؟ بتيجي توجد الفريكوانسي، فبتقول له الفريكوانسي هو بيكون معطيك اياها بالسؤال انه 1 كيلو هرتز. تيجي ايش توجد؟ التايم اللي هي تطلع 1 ملي سكند. ما بتيجي تقول له تي توجل بتساوي، ما هو تي توجل هسه بطلت النص، يعني هسه الفانكشن هيك صار 70% بعدين 30 70%، تمام. فالتي توجل فعليا ما فيش تي توجل هسه، صار في عندك تي اون وعندك ايش؟ تي اوف، عندك تي اوف. فكيف بدك توجدهم؟ بكل بساطه تيجي تقول له تي اون ايش بتساوي؟ بتساوي 70% يعني 0.7 في تي، وتي اوف بتساوي 0.3 في تي، لانه هي بقيه ال 70%. ولا تنسى انه ايش؟ لا تنسى انه طبعا تي اون وتي اوف تكون معرفهم فوق، معرفهم بالكود. هسا عملتهم هاي الطريقه، شو بدك تعمل؟ انا بستخدم تايمر 1 مثلا او تايمر 0، خلينا نحكي تايمر 0، انا بستخدم تايمر 0. طيب انا بدي اعد من رقم بدي اعد من رقم معين لحد ما يفلل عشان يعطيني الاون تايم، فبجيب التي اون وبحكي مثلا ان اون، خليها كبيتال، احسن، ان اون ايش بتساوي؟ ان اون بتساوي 0 هيكس اف 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 اف
زائد واحد ناقص ان سمول ان. شو ان سمول ان؟ احنا هون شو عملنا؟ عملنا تي توجل، تي توجل على تي ماشين سايكل في البري سكيلر. هون شو رح تيجي تحكي؟ تي ان، حيث هون ان ان بتساوي تي ان على تي ماشين سايكل في البري سكيلر. شو معنى هذا الحكي؟ شو معنى هذا الحكي؟ بدي اعرف كم تكه، مش للتوجلينج، كم تكه هو قيمته واحد. خلص ممتاز، عرفت. لما عرفت كم تكه، عرفت المكان اللي ابلش منه عشان يعطيني هاي التكات. بعدين ان اوف بتساوي نفس المقدار اف 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 زائد واحد ناقص ان اوف. طيب شو ان اوف؟ شو ان اوف؟ اللي هي ان اوف اللي هي تي اوف على تي ماشين سايكل في البري سكيلر. شو معنى هذا؟ هاي الجمله شو معناها؟ معناها كم تكه بحتاج عشان او عشان الفتره اللي بتضل فيها السيجنال اوف. هون ما كنت احتاج اعمل هذا الحكي، يعني هون كنت اجي احكي لك تي توجل على طول، انه كم تكه بحتاجها عشان يكون اون عشان يكون اوف، وخلص بستخدم التي توجل اللي هي ان سمول بالحالتين. لاحظوا يعني لما كان، يعني لما كان اني انا عامل هون عامل توجلينج. ليش عامل توجلينج؟ لانه مش فارق الزمن، يعني انا كل مره بدي احط، بحط جوا تايمر 1 ايش؟ ان. كل مره بحط ان لانه ان كابيتال. ليش ان كابيتال؟ ليش؟ لانه ما بيفرق الاون عن الاوف، بس هون راح يفرق، هون هون راح يفرق. فلازم ايش تحكي؟ توجد ان اون وتوجد ان اوف. لما تبلش البرنامج، لما تبلش البرنامج طبعا انت بتكون صفرت الانتربت فلاج وعوضت جوا، شو اسمه، صفرت الانتربت فلاج وعوضت جوا تايمر 1 شيء يعني من هذا القبيل. يعني افرض، افرض انا بدي اطلع السكوير ويف على ار اي، افرض اطلع السكوير ويف على ار اي على ار اي 0، تمام؟ فبحكي ار اي 0 ايش بتساوي؟ طبعا اكيد انا عرفتها بالاول كاوتبوت تريس 0 ايكوال 0. فار اي 0 ايش بدها تساوي؟ بدها تساوي هاي انا عملتها من عندي، بدها تساوي 0. يعني انا بدي ابلش من الزيرو. قديش الزمن اللي لازم تضل فيها 0؟ هو تي اوف، صح؟ فباجي احكي وايل 1، وايل 1 وايل 1 بتكون انت معرف فوق كاتب تي ام ار، انا بستخدم على تي ام ار 0 صح؟ تي ام ار 0 equal ان اوف، لانه انا بدي، انا شغلت اوف بدي اعبي بتايمر 0 ان اوف. بعدين تايمر 0 اون equal 1، شغلت التايمر 0. بعدين باجي احكي له وايل تايمر 0 انتربت فلاج ايش بيساوي؟ ايش بيساوي؟ ايش بيساوي؟ 0. طول ما هو زيرو، طبعا ممكن فوق تحكي بس ما انت كونك شغلته يفترض يكون زيرو، بس انت مش غلط. يعني تيجي تقول له والله يا عمي تي ام ار زيرو انتربت فلاج ايكوال زيرو، طول ما الانتربت فلاج ايكوال زيرو خليك. متى حيصير 1؟ متى هذا راح يصير 1؟ لما يخلص من الان اوف لعند الفل. لما يخلص من الان اوف لعند الفل ايش، ايش راح يصير؟ راح يصير راح يصير انتربت فلاج. فمعناته خلصنا الفترة اللي احنا بدنا اياها عشان يكون اوف. فباجي اقول له بما انك خلصتها ار اي، ار اي 0 ايش بدها تساوي؟ بدها تساوي 1. انا خلصت الفترة اللي لازم يكون فيها اوف، لازم تساوي 1. بعدين بعيد العملية، بس ايش بحكي؟ تايمر 0 بتساوي ان، مش هالمرة مش مش اوف، بحكي ان اون. تايمر زيرو انتربت فلاج ايش بتساوي؟ بتساوي زيرو، بطل في انتربت، انا طفيت الانتربت فلاج عمدا. بعيد العملية وايل تايمر زيرو انتربت فلاج ايكوال ايكوال زيرو. هاي الجملة نفس هاي الجملة، بس الفرق اللي بعدها، اللي بعدها هو الفرق. بدل ما احكي بس بس تخلص اعطينيها بواحد، لا انا هسه بقول ار اي زيرو ايش تساوي؟ تساوي زيرو. ليش سويت ار اي 0 بزيرو؟ لانه انا الزمن اللي يحتاجه عشان 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 يقلب الانتربت فلاج هو ان اون. انا حطيت ان اون، الفتره اللي انا حاطها، الفتره اللي انا حاطها عبيل ما يخلص، يخلص ايش؟ يخلص قيمته واحد. يعني السيجنال، السيجنال
السيجنال حتكون واحد بفترة وصفر بفترة، تمام؟ أنا حطيت رقم جوا التايمر اسمه NUN، اسمه NUN بيعتمد على TUN، بحيث بس التايمر يخلص هذا الرقم تخلص الفترة اللي لازم يكون فيها واحد. وحطيت رقم جوا التايمر جوا التايمر بس يخلص هذا، يعني بس يخلص عده من هذا الرقم للنهاية بيكون خلص الفترة اللي أنا حاطها عشان يكون أوف اللي أنا بدي إياها. يعني أنا حاط هاي الأرقام أن أون وأن أوف هم الفترات اللي أنا بحتاجهم عشان تكون السيجنال أون وتكون السيجنال أوف. طيب خلص الفترة لما هاي أنا كنت حاط فيه بالأول أوف، خلصها اقلب، حطيت فيه أون خلصها رد اقلب خلص عيد من اول. طبعا لا هسه هون بدك ترد تحط بالتايمر زيرو انتربت فلاج ايكوال زيرو، بدك ترد تشيل الانتربت فلاج، وبدك برضو تحط بالتايمر زيرو ايش هاي المره مش ان اون، بدك تحط ان اوف. ليش ان اوف؟ لانه هسه صارت السيجنال، يعني هاي صارت ار اي زيرو تساوي زيرو، يعني هسه صارت لو. فانا بحط بالتايمر الزمن اللازم لللو، لما يرجع هون حيوقف هون حيوقف هون حيوقف هون لحد ما يخلص الزمن اللازم لللو، بعدين يمشي على اللي بعده، بعدين يمشي على اللي بعده. اتمنى انه تكون واضحه الفكره. ركزوا كثير على التجربه، يعني لما تيجي ترجع التجربه حتلاقيها تشرح هذا الموضوع بشكل كامل، انه كيف استخدم التايمر وكيف، يعني فكرة هاي، يعني فكرة ان تايمر زيرو بتساوي ان اون وان اوف، يعني قرأوها من التجربة وجربوها بايدكو، اتوقع انها تكون يعني سليمة. بس انه كملخص بالفاريبل ديوتي سايكل، طبعا الفاريبل ديوتي سايكل هي نفس ال 50% ديوتي سايكل، بس ال 50% ديوتي سايكل ايش الوضع فيها؟ انه انا بدل ما احط ان اون وان اوف متساويات نفس البعض، يعني نفس إشي، يعني بدل ما احط ان تساوي تايمر 0 تساوي ان اون وتايمر 0 تساوي ان اوف، بالحاله الثانيه خلاص هي ان كابيتال ان تقل جاهزه، هي نفس القيمه. بس هون صار عندنا قيمتين، قيمه هو ساكن هو صفر، وقيمه هو واحد، قيمه هو صفر وقيمه وهو واحد. لازم نقتنع انه القيم اللي حطيناها هون هي عدد تكات عشان تعطيني الزمن بالضبط. يعني انا عندي تي اون كيف جبت التي اون؟ هي التي الكليه اللي هي واحد على الفريكوانسي في الديوتي سايكل، والتي اوف هي التي كليه مش في الديوتي سايكل، في واحد ناقص الديوتي سايكل. طيب يعني هذا الزمن عشان الاوف، وهذا الزمن عشان الاون. ان اون بتقول لك يعني هيك بتقول لك عدد او الزمن اللازم للان على زمن كل تكه. ليش؟ لانه التايمر بيعد تكات، فانا لما اقسم الزمن اللي بدي اياه على زمن كل تكه بيعطيني عدد تكات. فلما قسمت الزمن للان على زمن التكات اعطاني ان ان، اعطاني عدد التكات اللي بالضبط اللي بحتاجه عشان تكون السيجنال ان. تي اوف على عدد تكه على زمن التكات تعطيني بالضبط عدد التكات اللي بدي اياها عشان السيجنال تكون اوف. ان اون وان اوف بحطهم بهاي المعادله اللي هي بتعطيني من وين ابلش عشان يعد لي هاي التكات. يعني انا بدي اعد هاي وبدي اعد هاي، بس ما بصير ابلش من الزيرو لإلها، لانه هو ببلش من الرقم لحد ما يفلل عشان يعمل انتربت فلاج. فحطينا هون اوجدنا الارقام هاي، لما اوجدناها خلص بنبلش بانيشال كونديشن، بنبلش بحال انه والله كان زيرو، بعدين كل ما يعمل انتربت فلاج حط رقم وحط بالتايمر ال عدد التكات الخاصة بهذا الفاليو. يعني أنا حطيت RA0 تساوي 1، حطيت بتايمر 0 أن أون، إنه أنا هسه بدي أبلش عد لحد ما يخلص الزمن اللي هو لازم يكون فيه أون. لما خلص الزمن اللي كان فيه أون هون خلص، حطيت RA تساوي 0 وحطيت أن أوف بعيد، بس خلص أن أوف واحد ان اون وهكذا. نفس الشيء عملنا باللي قبل، بس اللي قبل اللهم فيش عندنا غير تي توجل ان وحده، يعني ان وحده كل ما يخلص الان بيقلب، كل ما يخلص الان بيقلب. فعمليه اسهل نوعا ما. بتمنى تكون الفكره الاولى واضحه، فكره انه كيف اعمل جنريتنج سكوير ويف.
سواء فاريبل ديوت سايكل ولا ب 50% ديوت سايكل. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم عن طريق ايش كان اللي هو حساب تي اون وتي اوف. سهل ان شاء الله.